بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا نتوب؟ يا أخي قل لا إله إلا الله فيرد الشاب عياذا بالله. إليك عني زدني كأس الخمر وتعالي يا فلانة. ثم فاضت روحه إلى الله. الموت هو الموت لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضع. في هذا الزمان كان ممن يتخلف عن الصلوات. في هذا الزمان كان ممن يسافر خارج البلاد. في هذا الزمان ويتعامل بالمخدرات. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسن واطلب كريما دائما يولي الجميل. قال أعطوني مصحفا. فرح أخوه أعطاه المصحف فنظر إليه وقال أنا كافر بهذا المصحف. قال ماذا تقول؟ قال أنا كافر بهذا المصحف. ثم شهق شهقة فمات منها نسأل الله العافية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. اللهم أقل العذرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. انظر كيف تكون خاتمة هذا الرجل وهو يلقن الشهادة فيقول هو كافر بما تقول، هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قلت فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. يا معشر العاصين جود واسع عند الإله الإسلامية بدولة الكويت تقدم لماذا لا نتوب. محاضرة يشارك فيها الشيخ نبيل العوض والشيخ راجد العجم والشيخ راجح البوس. يفني زمانك تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك. هذه قصة شاب كان على موعد مع صاحب الله في إحدى بلاد الفسق والفجور والمجون، وكان قد تواعد معه في أحد الفنادق ليعاشر امرأة بالحرام ليعمل الفاحشة. يقول فلما وصلت إلى الفندق كنت على موعد مع صاحبي، رأيت الفندق تشتعل فيه النيران. يقول حاولت الدخول لم أستطع، حاولت أن أقاوم النيران وأدخل فأنظر إلى صاحبي يقول لم أستطع. يقول رجوت الله عز وجل ألا يكون هو قد دخل قبلي.
يقول: وبعد أن أطفئت النيران واشتعل الفندق كله نارا وهدأت النيران، يقول بعد ساعات طويلة دخلت مع الإطفائيين، يقول أتفقد الفندق، يقول فإذا بي أصل إلى الغرفة التي تواعدت مع صاحبي فيها، يقول فدخلت فرأيت صاحبي مع صاحبته قد عاشرها بالحرام وقد زنيا وهما عاريين قد تفحما واحترقا. وهذه نهاية مؤلمة، هذه فضيحة الدنيا، لكن ما فضيحة الآخرة؟ ما من ميت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ولهذا قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا. بعضهم يقول آخر مرة أفعلها وأتوب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، ساء المصير الذي يصل إليه الزاني. أما في الدنيا قد احترق نسأل الله العافية، وفي قبره يحترق إن لم يتب الله عليه، وفي الآخرة خزي وعار وفضيحة عند الله عز وجل. ولا تخزني يوم يبعثون. قصة أخرى، يقول طبيب إحدى الأطباء في كندا، يقول أدخل علينا شاب، يقول رأيت اسمه في قسم الطوارئ، يقول تجولت وأتيت إليه في العناية المركزة، يقولون الشاب حالته خطرة وربما يموت في أي لحظة. يقول تفحصت الملف فإذا به مسلم، وهذا الطبيب مسلم في كندا. يقول فاهتممت بملفه بقراءة حالته الصحية، يقول فعلمت أنه قد عانى منذ زمن بمرض الإيدز، وهو الآن في الحالات الأخيرة، في طور الأخير في هذا المرض، الموت، لا شيء غير الموت. يقول فاتصلت على أمه، قلت أنت أم فلان؟ قالت نعم. قال لها احضري إلينا إلى المستشفى، أمر ضروري. قالت أنا مشغولة. قال اتركي كل شغل، ابنك يحتضر. يقول فأسرعت إلينا إلى المستشفى، يقول فلما جاءت وكلمتني قالت ما الخبر؟ ما الذي يحدث؟ قال ابنك ربما يودع الدنيا وأنت مشغولة. قالت والله كنت في عمل. قال اذهبي فقري عليه شيئا من القرآن. قالت قرآن؟ أنت مسلم؟ قال نعم أنا طبيب مسلم وعلمت أن ابنك مسلم فقري عليه شيئا من القرآن. قالت أنا وابني لا نحفظ شيئا من القرآن. قال سبحان الله، مسلمان ولا تحفظان شيئا من القرآن؟ قالت نحن متدينان ولكن لا نقرأ القرآن ولا نصلي إلا في العيد فقط. قال تعالي معي نقرأ عليه شيئا من القرآن. يقول فجئت إليه أقرأ وأنفث عليه، يقول وهو يحتضر، يقول ثم فتح عينيه وأخذ يشعر بألم شديد، مرض الإيدز نسأل الله العافية. يقول فإذا به يصرخ، يقول الألم الألم، يقول ولا مسكن يسكن ألمه. يقول فقال أين صديقتي؟ قلت له أذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، قل الشهادتين، اذكر ربك، استغفر الله. قال أين صديقتي؟ أين صديقتي؟ يقول ولا زال يردد أين صديقتي حتى صرخ صرخة ثم مات منها نسأل الله العافية. فقال الطبيب وهو ينظر إلى هذا المنظر، قال لأمه أنتم السبب، أنتم السبب الذين أوصلتم ابنكم إلى هذه الحال، ربيتم ابنكم على الفجور، على الفسق، على البعد عن طاعة الله، انظروا كيف مات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فرق في الممات بين الصالحين وبين الفجار. أحدهم أعطي المصحف وكان يحارب دين الله طوال حياته، فلما اقتربت وفاته قال له أخوه اتق الله يا فلان، قال أعطوني مصحفا. فرح أخوه أعطاه المصحف فنظر إليه وقال أنا كافر بهذا المصحف. قال ماذا تقول؟ قال أنا كافر بهذا المصحف. ثم شهق شهقة فمات منها نسأل الله العافية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في القرن الثامن الهجري في سنة 710 للهجرة قام رجل من الفجار يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسمعه أحد الصالحين
قال ماذا تقول؟ فأخذ يزيد في سب أبي بكر وعمر الشيخين رضي الله عنهما، فقام أحد الصالحين يدعو عليه دعاء يقول سقط أمامه، سقط وحمل إلى البيت فانتفخت عيناه حتى كادت أن تخرج من وجهه، نسأل الله العافية. ثم مر عليه أيام يتعذب وهو مصروع، ثم تغير لونه حتى اسود فصار كالفحمة، ثم خرجت من فمه رائحة كريهة، ثم تعفن جسمه قبل أن يموت. ومر على هذه الحال 3 أيام ولم يستطع أحد من الناس أن يقترب منه فهلك، هلك بعد 3 أيام. ثم دفن حتى أنه لم يغسل، لم يستطع أحد من الناس أن يقترب منه فيغسله، إنه الموت وإنها الخاتمة السيئة لمن؟ لمن ظل في حياته على فجور، لمن ساء مخبره وساء جوهره نسأل الله العافية، لمن طوى في قلبه سوء النية وفسادها والشهوات وأمراضها والشبهات والشكوك في القلب. هنا يظهر الله عز وجل سوء نيته قبل وفاته. ربما يبدو للناس أنه صالح ويظهر للناس أنه صالح، ولكنه للأسف يخفي في قلبه الفساد. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كل نفس ذائقة الموت، كل الناس، لكن أخي العزيز اختر لنفسك أي ميتة تشاء، نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتمه. يا ويلي إذا نادى المنادي وهولي بالذي قد كان نادى أعطاه بيمنى يا فأنجو وإن لكل طلاب مرادا وأدخل جنة زانت وبانت ولانت للمجاهد إذ أجادا ففيها كل ما تهواه نفس. وها هم 4 من الشباب كانوا يعملون في دائرة واحدة، مضت عليهم سنين وهم يجمعون رواتبهم، فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا إليه. وبينما هم في ذات يوم جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا إليها وعقدوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة ليسافروا إلى تلك البلاد التي حددوها. وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى ما يريدون، ومر عليهم أكثر من أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور وفعال لا ترضي الرحمن. بينما هم في ليلة من الليالي وفي ساعة متأخرة من الليل يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجور، نعم بينما هم في غمرة اللهو والمجون، إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه فيهرع إليه أصحابه 3، فيقول له أحدهم في تلك الليلة الحمراء، يقول له يا أخي قل لا إله إلا الله، فيرد الشاب عياذا بالله إليك عني زدني كأس الخمر وتعالي يا فلانة، ثم فاضت روحه إلى الله وهو على تلك الحال السيئة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم كان حال 3 الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا يبكون وخرجوا من المرقص تائبين وجهزوا صاحبهم وعادوا به إلى بلاده محمولا في تابوت. ولما وصلوا المطار
فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته، فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد، عياذا بالله. فاحذر أخي أن تكون خاتمتك على العصيان، واستعد لما أمامك من الأهوال، واعمل لدار طالما بكى لأجلها الصالحون وشمر لها المتقون، لتكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لا والد خالد ولا ولد، كل جليد يخونه الجلد، كأن أهل القبور لم يسكنوا الدور ولم يحيا منهم أحد، ولم يكونوا إلا كهيئتهم، لم يولدوا قبلها ولم يلدوا. يا من نعى من مضى كذاك قدا تنعى، فبادر فقد أتاك غد. وها هو أحد الفضلاء يقول: حدثني أحد الذين يدرسون في معهد من المعاهد العلمية في بلادنا يقول: أقسم بالله ثلاثا وليس لي حاجة أن أكذب، إنني كنت مريضا في أحد المستشفيات، فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير، يقول: وكان ذلك المريض أصفر اللون، فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى الحنطي، وفي اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا، يقول: فقلت لعله قد بدأ يتحسن، ولكن للأسف الشديد جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى الأسود، وفي اليوم الخامس يشتد سواده أكثر فأكثر، يقول: فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل، وقد كنت أعرفه قبل ذلك، كان ممن يتخلف عن الصلوات، كان ممن يسافر خارج البلاد ويتعامل بالمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآن، فإذا به تخرج منه روائح كريهة منتنة، عياذا بالله. يقول: ولما بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة، فخفت وابتعدت، فقال لي مريض آخر: واصل القراءة. فقلت: والله والله لن أقرأ عليه. قال: اذهب إلى فلان في الغرفة المجاورة وناده ليقرأ عليه. فجاء هذا الشاب الآخر وبدأ يقرأ عليه، يقول: فشهق شهقة أخرى عظيمة، وما زال يواصل القراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة شهقة مخيفة. ثم طلب الطبيب فجاء ووضع السماعة على صدره، ثم قال: لقد مات. نعم، لقد مات وفارق الحياة، وكانت له هذه الخاتمة السيئة، لأنه كان مسيئا في جنب الله، غير مراع لحدوده. ومن كان على هذه الحال من الضياع والفساد فحقه أن يختم له بذلك جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وصدق الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بذاك الثرى، فتمحي محاسن تلك الصور. قال الشيخ القحطاني:
خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر، وكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين عالقا في يدي، فأردت أن أغسلها، إذ جاءت جنازة، فقال أحدهم، وكانوا في حدود 50 رجلا: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر. فسللت الرجل من جهة الرجلين، وكان ثقيلا، فأعانني عليه بعضهم، فوضعته في القبر، وطلبت لبنة أضعها تحت رأسه وقد حللت الأربطة، فنظرت فإذا برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا. فحول الشيخ رأسه، فقمت برد هذا الميت إلى القبلة، وأخذت اللبنة الثانية، ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا، وأنفه وفمه يصبان الدم الأحمر القاني، فداخلني الخوف والوجل حتى إن رجلي لم تستطيع أن تحملاني داخل القبر، وقد رأى معي 2 أو 3 هذا المشهد الغريب الخطير. ثم أعطوني اللبنة الثالثة، فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة، فتركته وهربت من القبر نهائيا. فقام الذي كان معي وتولوا عملية الدفن، فردموه بالتراب ولم يغلق اللحد من شدة الخوف. ثم صرت أرى هذا الميت في المنام 7 أو 8 مرات، حتى سكن الله قلبي عندما ذهبت إلى العمرة، وجلست هناك في حدود 15 يوما حتى نسيت وعدت إلى الرياض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، فقال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور، فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقضان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر، فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم. والمكاس هو الذي يجبي ما لا يستحق من الضرائب الجائرة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأله سبحانه ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. أعطاه بيمنا يا فأنجو، وإن لكل طلاب مرادا، وأدخل جنة زانت وبانت، ولانت للمجاهد إذ أجادا، ففيها كل ما تهواه نفس، ورؤية ربنا فيها الزيادة. عباد الله، إن الخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وخير أفئدتهم في كل حين. ليس لهم في الدنيا راحة، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. أروح بشجو ثم أغدو بمثله،
وتحسب أني في الثياب صحيح. كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. ولذلك كان كثيرا ما يردد عليه الصلاة والسلام في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولقد ارتد في زمنه صلى الله عليه وسلم بعض من آمن فخرجوا من النور إلى الظلمات، ومنهم عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة فارتد عن دينه ودخل النصرانية والعياذ بالله، وارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلق فقاتلهم أبو بكر الصديق، وارتد كذلك خلق في خلافة عمر رضي الله عنه، منهم ربيعة بن أمية بن خلف، وكان في عداد الصحابة حيث كان رجلا شرابا للخمر فحده عمر رضي الله عنه ثم نفاه إلى خيبر ففر هاربا إلى هرقل، فارتد عن دينه ودخل في النصرانية من أجل خمرة، نعوذ بالله من ذلك. عباد الله، لقد كان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يخافون من سوء الخاتمة على عظم أعمالهم وقدر جلالهم. قال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أقوال السلف عند الاحتضار لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال: أقعدوني، فأقعدوه، فجعل يذكر الله ويسبحه ويقدسه، ثم قال مخاصما نفسه: الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب نظير الريان؟ وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضع. ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العذرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. عباد الله، إن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان له فساد في العقل، أو إصرار على الكبائر، أو إقدام على العظائم، فربما غلب عليه ذلك حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو يكون مستقيماً
ثم يتغير حاله، ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه، فيكون سبباً لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. عباد الله، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قلت فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب هي التي أوقعت، فإنها هي التي أوقعت. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له: استغفر الله. قال: ما أريد. استغفر الله. قال: ما أريد. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: ما أقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما ظهر عند التغسيل من علامات سوء الخاتمة فحدث به ولا حرج. يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له: إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم، وكان رجلا قد تفرغ وتطوع لأن يغسل الأموات حسبة لله فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، يقول: إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم يدخل يده في فرجه وهو ميت، وبعضهم تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه، وبعضهم تسمع كأن صياخ نار أدخلت في فرجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولقد جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا فقلت له: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: الرجل كان لا يصلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الرجل لا يصلي، فقلت له: خذ ميتك فغسله، خذ ميتك فغسله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن، وفي ذات يوم وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء، وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من الكويت، وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناس، إذا بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون: أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي، فقال له: يا شيخ، عندنا شاب توفي صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري، وإننا عندما حفرنا قبره ووضعناه فيه إذ بنا نفاجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر، ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندري كيف نتصرف. يقول الراوي: فقام الشيخ وقمنا معه، وذهبنا إلى المقبرة ونظرنا في القبر، فوجدنا فيها ثعبانا عظيما قد التوى، رأسه من الداخل وذنبه من الخارج وعينه بارزة يطالع الناس. يقول الراوي: فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانا آخر. يقول: فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول ب200 متر تقريبا فحفرناه، وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج، فقال الشيخ: انظروا القبر الأول. فذهبنا إلى الأول فإذا بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى،
قال الشيخ: لو حفرنا ثالثا ورابعا سيخرج الثعبان، فما لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه. يقول الراوي: فجئنا بأسياخ وعصي لنحمل هذا الثعبان ونخرجه من القبر. وخرج من القبر وجلس على شفيره. يقول: فانحمل معنا، أخذنا أصياخ وجعلناها في خشبة فجعلناها تحت الثعبان، فانحمل معنا فحملناه فجعلناه على شفير القبر، والناس كلهم ينظرون إليه، وأصاب الناس ذعر وخوف، حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي الميت. يقول الراوي: وبينما جاء بالجنازة وأدخلت القبر، إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة، ثار على إثرها الغبار، ثم دخل من أسفل القبر، فهرب الذين داخل القبر من شدة الخوف، والتوى الثعبان على ذلك الميت، بدأ من رجليه حتى وصل رأسه، ثم اشتد عليه فحطمه. يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكراث. يقول الراوي: ثم لما هدأت الغبرة وسكن الأمر، جئنا لننظر في القبر، وإذا الحال كما هي عليه من تلوي ذلك الثعبان على الميت، وما استطعنا أن نفعل شيئا. وقال الشيخ: أردموه، فدفناه، ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه، فقال: إنه كان طيبا مطيعا، إلا أنه كان لا يصلي، إلا أنه كان لا يصلي. فيا من يتهاون بالفروض، ويا من يتهاون بالصلوات المكتوبة، نقول إنك على خطر، وإنك إلى الكفر أقرب منك إلى الإسلام، بل وقد دخلت دائرة الكفر، وقد آذنت الله عز وجل بالمحاربة. وإن تعدوا جنود الله جل وعلا لا تحصى. لا إله إلا الله. أخي في الله، إن هذه الحادثة المفجعة عبرة وعظة لأولئك المضيعين للصلوات، أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل الشنيع قبل أن تتخطفهم يد المنون، وقبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وتكون الإجابة الشافية الكافية: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها الأحبة في الله، أجعل لي ولكم وسائل جعلها الله جل وعلا سببا في حسن الخاتمة، وهي بإيجاز تقوى الله تعالى في السر والعلانية، والتمسك بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهما سبيل النجاة. وأن يحذر العبد من الذنوب أشد الحذر، فإن الكبائر موبقات، وكثرة الصغائر مع عدم التوبة والاستغفار ران على القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكت. أيها العباد في الله، المداومة على ذكر الله وشكره، فمن داوم على ذكر الله وختم به جميع أعماله، المداومة على ذكر الله تعالى وشكر الله جل وعلا على كل حال، فمن داوم على ذكره سبحانه وتعالى ختم به جميع أعماله، فجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وكان آخر ما يقول من الدنيا لا إله إلا الله، نال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ليعلم المسلم
أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فإذا علم ذلك جعل الدنيا في يده لا في قلبه. وليكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبهما كيف يشاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك تقاك والعمل في رضاك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ويا ويلي إذا نادى المنادي وهولي بالذي قد كان نادى أعطاه بيمنى يا فأنجو وإن لكل طلاب مرادا. وفي الختام نذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة بدولة الكويت لدى تسجيلات أحد الإسلامية، هاتف رقم 4711071، وبالمملكة العربية السعودية مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 8428441. وكان معكم من التقديم والهندسة الصوتية محمود شاكر الفيلكاوي، هاتف رقم 00965948925. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تبصر بعينيك القتادة أم إني للشمال يكون حظي فأندم والهوى